على منطقة خناصر بريف حلب. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة لمنطقة خناصر، هذه المنطقة تعتبر يعني نقطة الوصل بين طريق السلمية معامل الدفاع في مدينة حلب. هذه البلدة تعتبر يعني كما ذكرت النقطة الاستراتيجية الأهم لقوات النظام بعد أن قامت باختراع هذا الطريق. طبعا هذا الطريق هو ليس طريق رئيسي، إنما أصبح طريقا رئيسيا بعد أن استطاع الجيش حر قطع كافة طرق الإمداد الرئيسية المتمثلة بطريق الشام حلب، والمتمثلة أيضا بطريق الرقة حلب. هذا الطريق هو طريق صحراوي اتخذت منه عصابات الأسد في الآونة الأخيرة كطريق إمداد لها، ويمر هذا الطريق من بلدة خناصر. لماذا تعتبر هذه البلدة الأهمية الاستراتيجية؟ لأن بلدة خناصر بلدة كبيرة ويستطيع الجيش الحر أن يتحصن بها بشكل جيد، أما باقي المناطق المحيطة بها هي مناطق عبارة عن مناطق صحراوية لا تستطيع قوات الجيش الحر المرابطة فيها لفترة طويلة، لذلك تكمن الأهمية الكبيرة لهذه البلدة. وأيضا أهمية أخرى أنها تقع بالقرب من معامل الدفاع، أي أن الآن الجيش الحر على مشارف معامل الدفاع، أخطر وأصعب أو أكثر المواقع الاستراتيجية لقوات النظام خطورة في سوريا وليس فقط في مدينة حلب. يعني الآن بعد السيطرة على خناصر، قوات النظام الآن محاصرة داخل أحياء حلب كمان، ما هيك؟ نعم نعم هذا صحيح، يعني الآن قوات النظام محاصرة بشكل كامل في مدينة حلب عبر الطرق البرية. أتحدث عبر الطرق البرية، هي محاصرة بشكل كامل، لا يوجد أي طريق أو أي منفذ بري لقوات النظام بعد أن تم قطع آخر طريق لها، وهو الطريق الذي يمر كما ذكرنا من السلمية باتجاه بلدة خناصر. أما الطرق الجوية طبعا لا تزال فقط المروحيات تتخذ من بعض الأحياء في مدينة حلب كمهبط لها، أما الطيران المدني فلا يستطيع، مطار حلب متوقف عن الخدمة منذ 6 أشهر، وأيضا المطارات العسكرية في مدينة حلب كلها متوقفة. الطيران الحربي الذي يأتي من محافظات أخرى ويقصف مدينة حلب فقط. الآن طرق الإمداد لقوات النظام هي الطريق الجوي عبر المروحيات التي تهبط في بعض الأحياء السكنية داخل أحياء مدينة حلب. طيب ماجد، أبرز المناطق اللي تعرضت بالأمس لقصف من قبل الطيران الحربي؟ طبعا أبرز المناطق هو ما حدث في منطقتين في مدينة حلب، الفردوس، حي الفردوس وهو أحد أحياء مدينة حلب المكتظة بالسكان. هذا الحي تعرض للقصف بصاروخ من نوع أرض أرض، ما أدى إلى مجزرة مروعة راح ضحيتها حوالي 20 شهيد إضافة إلى عشرات الجرحى. مجزرة أخرى ارتكبتها عصابات الأسد في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي، عندما استهدفت إحدى المراكز التعليمية في هذه البلدة بقذائف صاروخية من الطيران الحربي. طبعا القذائف المستخدمة هي من نوع النابالم الحارق، ما أدى إلى سقوط أكثر من 10 شهداء وإضافة إلى عشرات الجرحى. طبعا معظم الجرحى في حال الخطر وعليها حروق وتشوهات كثيرة. أيضا تعرضت بلدة بيانون وبلدة حيان للقصف المدفعي، ما أدى إلى سقوط أعداد من الجرحى. إضافة إلى تعرض عدة مناطق في محيط مطار كويرس العسكري كبلدة دير حافر ورسم العبد إلى القصف بالمدفعية المتمركزة داخل مطار كويرس العسكري. شكرا جزيلا لك يا ماجد عبد النور، عضو شبكة شام، كنت معنا من مدينة حلب ووضعتنا